يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المفوضة يعتقدون ظواهر النصوص أم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد؟ وهل يمكن يا فضيلة الشيخ أن تضربوا لنا مثالا واحدا على قولهم؟ هم ما فوضوا إلا لما اعتقدوا أن ما هي على ظاهرها. لو اعتقدوا أن على ظاهرها ما فوضوا، لكن عطلوا أولا ثم فوضوا ثانيا لما اعتقدوا أنها على غير ظاهرها، هذا تعطيل. قلنا لهم مش معناها إذن؟ قالوا ما ندري. فهم جمعوا بين التعطيل والتفويض. مثله يقولون الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراده. ما يقول استوى يعني على العرش واستقر على العرش كما فسره السلف. يقولون الله أعلم بمراده، يثبتون اللفظ ولا يفسرونه، تفويض. نعم. اليد يقولون الله أعلم بالمراد بها، ما يفسرون. الوجه يقولون الله أعلم. نعم.